السلام عليكم. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زد. اليوم غادي نتكلموا على بعد ما انكشف الأمر تاع الاتحادية، وين كي تهدر الجزيرة الرياضية يعني عندها صدى كبير، الناس تسمع موند كامل يسمع، وتزيد الفيفا تسمع فانيك، يعني صدى كبير، وين تغيير قوانين حسب المقاس، حقرة جهوية عنصرية، كل شيء في هذه الاتحادية. أنا هضروا في الصح، احنا كنخدموا ليشان نورمال، احنا ما خاطش كاين امور اللي راهم صارين في الهوات، مازالوا ناس راهي تطبخ على تاع الهوات فانيك، راهم كاينين واحد الامور خافية، بالك الناس راهي تشوف غير في سطيف لامسية كاين في الهوات فانيك، هم كاينين ناس غادي ما يسمحوش، كاين فرق عريقة فانيك ما غادي تسمح في حقها، ويعرفوا زاتشي يلعب في ريجيونال، يعرفوه غاية الغاية، زاتشي يعرفوه مليح، يعرفوه زعما مليح 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 مليح. على هذيك نقولوا باللي اليوم اصبح كيما يقول لك الكارت مكشوف، كي تكلم عليك جزيره سبور تكلم عليك، يعني راهي الفيفا راهي سمعت، راهي عارفه اش كاين، اش راه صاري. الله يجيب الحظ والسلامه، نبدا نقول لكم الله يجيب الحظ والسلامه. الناس بالكم استهزاء، والله ما استهزاء، ماشي استهزاء يا جماعه، ما راهيش استهزاء. ناس اللي في اخر لحظه، وين الوزير باش دير خطاب وباش يبين للفيفا باللي الاتحاديه الجزائريه مخول لها باش دير باش هي تعطي كيما نقولوا حنايا، هي اللي تخرج بهذ القرارات. ما كانت سهله. الناس 5 شهور وهي راكده، دي مور، مشكله، وين نساو شغل، نساو قضيه تاع المكالمه، نساو قضيه تاع الكراس اللي راهي تزيد، كيما قلت لكم راهي تزيد، والناس في الاتحاديه اللي يحوسوا ما عجبتهمش 30 مليار، باغيين من فوق 60 مليار، 50 60 60 مليار، في تعجيهم لا صوب مليحه في تاع اورو، في تعجيهم مليحه في اسبانيا، كي يروحوا للبنكه يسيبوها مليحه، يسيبوا لا صوب مليحه. 30 مليار ما عجبتهم شي، ومتهمين مع الكراس، مع المحامي الكراس يهضر مع محاميه يرقد اللعب، ومن بعد كي توصل لاصوم يزغدها، راكم ناسينها، والله العظيم ما راهي سهله. انا نقول لكم راهم الناس ناسينا، كما كنا نقول لكم في جونفي اللي فات، يا ودي الكراس يا ودي الكراس، الناس بالك ولات تستهزأ بينا، بصح اليوم بانت ورقدوها، شو كي نساوكم عليها، شو كي نساوها، الناس كاع نساتها، ما كان والو. الناس كي نسات المكالمة الهاتفية ما كان والو، شو وين راهي واصلة، وين راهي واصلة، وين راهي، قول لنا وين راهي واصلة. شو كيفاش يخرجوا لك مشكلة، عطاو للسي ار بي، صح السي ار بي كانت برومي، بصح شوف الشامبيون كيفاش الناس تروح لتونس، مازالهم 13 بارتية، وكانت وقيلة البرومي هارب ب 13 نقطة، وقيلة البرومي هارب ب 13 نقطة، ومازالهم 10 تاع لي بارتي وكملوا الشامبيون، وكاينه الطيحه وكاينه وكل شيء يقعد في بلاصته. ابار حنا تشوف كيفاش 5 شهور راقدين، ما كان لا جلب لاعبين لا نيغوس باش نيغوسو مع لاعبين، ما كان والو. داوها مكالمات، من بعد الكراس، من بعد ملالي في فرنسا قلبوه طلقوه، ومن بعد شو كيفاش، شو وين وصلت. نقول لكم هذه خدمه تاع عصابه، جلسه مور جلسه، ويقتل لك في اللعب، كل خطا يقتل لك بارتيه، كل خطا يقتل لك بارتيه. حنايا قبل لا نبداو، ماشي قبل نبداو، عندنا تشوف الصحافي رفيق واحد دائما، وين نتمناو ان شاء الله يسمعوا، تسمعه الدوله، مام الدوله تسمعها ان شاء الله، اسمعوا تشوف معنا. يؤكد رئيس الاتحاديه بان حصيلته ايجابيه، وما راته عيوننا طوال موسم رشوه ولا قانون واحداث داميه. جواب سؤال ليس بامر صعب، وما للمفارقة سوى سبب، وإذا عرف السبب بطل العجب، يكفي متابعة الأحداث عن كثب لفك الشفرة كما وجب. بين الرئيس وأصحاب السيادة كلمة السر قديمة يا سادة، لا نقصان فيها ولا زيادة، أنا منقول لك وانت ما يخفى لك كالعادة،
لنا المال والمزايا ولهم ما يشبه الكرة بل بقايا على النفاق نجتمع بالهدايا ونترك جمعهم يتفرقوا على الدم والدموع والضحايا يجتمعوا تقسيم الهدايا. انت يا تاع الشرق هاش غادي نطلع لك، انت تاع الغرب هاش باعمر هاش غادي نطلع لك. اي يتقاسموا على الهدايا من اجل المصلحه الخاصه برك. امامي في اللعبه نتاجر وما المانع بصوت عال نقولها هل من سامع، نعيدها ونكررها حتى داخل جامع، الضمير اشتريناه يوم كان الفرد منكم له بائع، ضحكنا على الكرة والقلب عند بعضكم دامع، وعند أغلبكم القلب أمام المال جائع، للفساد هو صانع وعنه مدافع ومعه شباب بائع، ثقل إرث الساحرة له سببا، ما يقال فيها إلا كذبا، من حولها العالم التف بجيوش وأسس حزبا، هي نظرات وحوش لفريسة أسالت لعابا، ولنهش جسدها خنسة أغلقت عنوة أبوابا، إنها طعنة خنجر والضحية شعبا أغلبه شبابا، كم وصعب الكتاب عن جماية عامة قوامها اجتماع على منفعة عامة هامة، كم هو مؤلم أن تكون شاهد إثبات على جريمة تامة، وصوت الحق فيك لا يعلو على أصوات حناجر سامة، هناك في سيدي موسى مركز الحومة ترقد الكرة في فراش الكومة، لا هي عاشت ولا هي ارتاحت من هم همومة، أرادوها مريضة ففي مرضها سلعة وسومة، بعين تاجر ينظر ديدين إلينا بين بارما وروما، الفكر ندى يلوان وهو يقول محلها عمى. كلام ما راهو سهل، كلام ناس تقول كلام ما هو سهل. تشوف يا زاتشي وين وصلت، كاين اللي يقول لك زاتشي دينا معاه كوب دافريكي. يا ودي مشي زاتشي يا ودي، والله ما زاتشي، والله ما زاتشي، راكم غالطين يا جماعه. زاتشي نهار اللي جاب اقصى المنتخب الوطني من كاس العالم، وكانوا رايحين باش يقصوه ما يروحش يكالي في الكوب دافريك، بغاو شوف كيما يقول لك رهنوا كاس افريقيا باش نقصوا، باش ما نروحوش ما نكاليفوش كاس افريقيا، باش يطردوا هذا الجيل. جاو باش يخدموا خدمتهم، شوفوا كيفاش كانوا نتوما مش راكم تشوفوا ولا كيفاش ماجر ولا يطرد في اللعابه. زاتشي جابوا له ماجر حطوه، وكان مشروع، كان مشروع من الاولى خاطش عليه ماجر باش قناه الهدف هي اللي جابت زاتشي دارتو الاتحاديه. كان عندهم تأثير مع الناس، كانوا يروحوا يلعبوا معاهم في الجولف، كانوا يروحوا يدوروا معاهم ويجمعوا معاهم، واللي عنده غزالة مقدمها، واللي عنده بروش تاع اللحم مقدمه، كل واحد له كيفاش. وداروا زاتشي رئيس اتحادية، موراها داروا ماجر مستشار تاعهم، بعد ولا مدرب، يعني مشروع لتحطيم هذا الجيل. ماجر دار كلش باش الجزائر ما تكال، باش ما تنظمش كاس افريقيا هنا في الجزائر، خاطر على عاد كانت تنظم زعما كندوها، دار كلش باش ما ننظموش كاس افريقيا يا جماعه. ماجر دار كلش، نهار اللي جا عيسى حياته هنا حدد دمر سلال باش ما يعطيناش كاس افريقيا، دمره 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 حدد دمر سلال باش ما كاش كاس افريقيا. ما شفتوش نهار اللي داروا التنظيم تاع كاس افريقيا باش يعطوا شكون اللي تنظم وكلش، ربعة ديريكت هي مداري واحدة، ومن بعد يزيدوا واحدة، ومن بعد لا ربعة ديريكت حتى 2024 ديريكت. هي ما كاش هي حتى 2024 ما كاش هي، تربحوا هي من 2015 حتى 2024 كاش اللي نظمها. شو كيفاش بعد يقول لك احنا هذا جاي يخدم، ما جاش يخدم بولاس، ما جاي يخدم روحه هو، ناس لو معاهم يخدموا رواحهم باغيين زاد هذو كيما ذاك السعد وهذوك باغيين زاد يقعد، هما موراه يخدموا مصالح تاعهم. هذه بهلول قالها الواحد في بليده، مي قالوا يا ودي راك كبير منا، قالوا يخدم صوالحي انا، قالوا زاد يخدم صوالحه ونخدم صوالحي كيما قالها. سبحان الله، لازم الدولة تتحرك يا سي محمد، الشيطان لازم الدولة تتحرك. صحيح ما بقاش، لازم يتحركوا له، ما هو ما بقالو زاتشي عارف روحو، بصح ما خاصناش زاتشي يربح الوقت كيما ربح الوقت خمس اشهر، هو ينظم 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 من اجل تقسيم الجوائز الهدايا ما بين رؤساء نوادي والرابطات وصوالح وكلش، وضمان اصوات من عند الرابطات مع رؤساء النوادي اللي طلعوا الناسيونال 2 والناسيونال 1 باش يضمنوا له اصوات. لازم
طرد هذو الرؤساء الرابطات، لازم طرد هذو رؤساء الرابطات وطرد المدرب هذو لي زونتي هذو لي بريزيدو، هذو أغلبية تاع لي بريزيدو لازم يطردوا. هذه هي، ما دام هذو ما دام كاين الخماج حاجه ما تبدلش. ربي يحفظكم، ما تنساوش بارطاجو ماكسيموم، عطونا لي جيم، عطونا لي كومونتير اخويا، ريحنا معاهم يومين تاع العيد برك، ريحنا كانوا لاهيين في اللحم، عاودوا ولاو راهم يسينيالو.